الرئيس الله يشهد انت مبخوت، كل الوزراء معك، الله يشهد مبخوت، يعني اللي يحكي عليك يكذب يعني. هذا اوقف، انا هسه خايف. لا انا خايف هسه بعد اتكلم انتقد اداء رئيس الوزراء تصير عنده مشكله. يعني مبخوت يجوز يشاور بيه. انا اقول لك يشاور بيه يعني. يشاور بيه طبعا، لانه المبخوت انه حظه يا رب العالمين، والبخت ما ينطي شخص انت رب العالمين يعني.